بسم الله وكفى السلام الله عليكم مدن يالي يمر وين دعلا ذا الدون كمال والبو أدك جوكتان كسر دوادة ورباهين تيني كبها وذي ساوثن ميديا كوبريشن اللوصة قابي اس ام سي برنامج كنا وحاوي يدل بهانتي او مشروع كدقنا اياه رجيم كي موصبيحي اي سواحد قدبي قضب كاسي ساقا ايانو ديرد دا ساري دونا شراركي قرسودي دا دعي معنيه فيلا هرقيسة ما سومالي لان حالي ايان ور اذي كسين دونا هدي الله اوودلي وكرر لنقضو سيدي دا اهامبا دول بهانتي ما دام موصبيحي اساقو او قرشايستي ان او بابي ايو شعب كرير لا سعانوت كان وردي دي حتى اساق او كان شاقيب كميد اه وحاد مودا ان دول بهانتها ايوغنا اي قرشاين ايان هادا اما با اي بلابين ان اي مشروع كدك تامبا هجيم كم موصبيحي ساكا ايان لاركاي مغالا لا سعانوت او شعب كرير لا سعانوت اي كوكاين بوراركي على مدى سومالي لان هدي حرمة دولة تاي هدي حرمة غير لولي هاي تاي او يففجنا يان وعلامة الجب واي على مدى الجب كاللوغي قانو علامة المطر في الصحابة يا تومان على مدى مركة مامل وجبا يلوغي قانو وصيداسي حكومة دي سياد بره مركة اي بربوريسي دادك وحاوي حرمة اي بلقيستين بوراركا اي ججبين ايين استان تحرمها الدولية ايه ججبين ايين سورة الجالسيات وميلو البتاقنا ايه كوكعين هذا بقى على مدي سقاشني كودي ان ارقمي ولكن وضاني يضايسا ايه الله سعانوت كموقع نيسا سيدة رونتا شلاي داد فرابدان ايه كو غيريو دي داقالكي تيرادة نبتا ما هينو لكن وحان هينا ان هوين ايه كو دينتين او نولكو دا ايه غريو دا او داقال لماي او رير الله سعانوت رقنا ايه كو دينتين او ان رجينايو ان اي شهيد يهين هدي قلبي قودة او اها الهي درتيسي ان اي قري قودة او دفاع دان فان ان كاهين سراه واكون نقون دونا لكي وحان ادي دونا هل كان لو يقان الدولو مقالة الدولو اي قبل كجدو ميلان باندو اي اي حد كجرتا حد ان اذن لها اللينو غب دادك قري اي كجران حرم فرن ماله واحنا حسنا يا ماله باندو بالله وذا قلعي ورباندو قاسي محاصة وبي انا نقول نوا دولو محاب باندو لقلي حوي حالي وحبار دعاي افرتي نين ايلا الديري ان اي صوب باران دلكي ويلكي بچاچ لها اها الرير احمد قرح جيستي قرحي معني كورنيل محمد اويس لوغو ديلي اي رغي لو سو قبقبتي او كلي سراكيشا اها رغي لو ديري اني سو باران او مغالده مقدشو لغا سو ديري يا رغي با معني وخي ديلين ايغونا ويلكي بجاج لها مركا ما دام ويلكان بجاج لها لا ديلي او اسغونا مركي هور قرح جيي خردي كورنيل محمد اويس لوغو ديلي هذا الرجل هو الحري أفر طب وحي أهيين أفر نين أهوية أولي بأن رجعين أيو إنا يهبر قدر أبضنا أهيين إيه قال لي رسوب بارا ما هات صلاة أمبا صدري رير كيسو صدري صدي وحير الرحوين يمر ريحان برده صوب بارا هذا با نين كان أفر تان أو باريتان كاللو دري الدولة الفدرال كاي صدر تاي مت كمد أه أيه لسيتون سنة إنو عيجا كود دلي ويلكي بچاچ لها اها او او دشاي رير احمد حد با رير كيسي ايا قدو دي كي بچاچ لها لدلي مركاسا وحي لبحين حالي ميت كميت اه افرتي قفوت اي حمر لغا صوت دري حال كي ولي با اي سيتو مايين او ان رجين ايو انو هبر قدري يهي ايا لبحين وي كحيستين وحي قيين ميل ليرادو كباس ميل ليرادو او وبيغ قر كيس اه ayay la tageen macnaheedu si ay ugu ciqaabaan miya ama iyaguna ay ugu dilaan miya I don't know ani ma ogi laakiin way la baxeen meesha ay geysteen markii kadib iyagoo habeenimo meesha ku haaya
أي إثيوبيانكا ماشى جوجا كسوف جيي إثيوبيانكا باب حي ماركيس وكسو فجيي كدبنا وحوكسو عليي رجي كلا ماشى جوجين رجي كلانا سي أن لا لبحن يجنا معنيه يكن لصو معنيه فجيي والله إسكودري هذا وحلو رجي إثيوبيانكا أنت محكمة ضمرك طلب كسيدة شو تأيو معنيه أي جوجان أمنيه وحلو رجي نمنك إثيوبيانكا ها يجي يري لا يبهاشان قرصارك أو كلاسارو محكمة ضار ماشة تماضي ماشة على النافي ماي هذا بقى ده كي يقولي على الوحرة يا مرك أفرت يقفوت إيه هوي باريتانك الله صادر الدولة ده فدرال كي كسر عدنا ليرينا أو نكي بتشاتنا سيد لي يجينا هوي توبيان كي عم تقول لي كل وحرين هذا مريحان كي مارك يس مت كمدة معني وكحيستين ولا جسوا فشي أرتا حالة ده دولو قبل كجدو ميلان هذا واسيداس دقائق وحددين يهي حالات ديدو حدا حدا شوطانا ماركو كدقي ماشي وحو يري قونيو قدقي وحو يري اللاي باريتان كيقا عصم ايو هورتا قف كان لدلي قف كان دنتي محال لو دوغي انيقا قلب عن وطا محال لي لسوغي وايي محال ادنكو ادو دوغي سان استاد دولميقا ورياها عبدالله لحان سار اوكي وضب كاي السيانة وانوسو السعوداء انان كهد له دولمي واد دولمي مقع اي قبيل ماله مركز سيكس طايا هتبت دولو وحالك دوا سيداسي وحي كل ما تنو وارك دوننا وحرنا انان اقود ابنو حالي هرقيسة سيدا سردون كورباهين تا اسم سي اي كسوغان مقالة هرقيسة مدحتو يدو او تلماما يو حالي شربا دعي مقالة هرقيسة مدحوينها سومالي لان موصبيحي يو وسير كيسي اريمها قدها كاهن iyo ninka la leeyahay madaxweyne ku xigeenka shir bay galeen ee ragii atbaacda u ahaa Muuse Bihi waxa jirtay in xitaa taliyaha ciidamada qalabka sida ee Somaliland tani in la dhahayaan u maleeynaaya isagoo jiid hore taagan xitaa qadka telefoonka la soo galiyay waa la iscanaantay waxba la iska wareystay waxa la yiri nimankii shacabka ahaa ee liitay ee la sacanood sideebay ma arkaysay jabkan intaasii leeg ciidamada qaranka Soomaaliland ugu geysan karaan sideeba hubkaas ay u soo bandhigi karaan intay naga qabsadaan sideeba macnihii sidaan tan ay ku dhacday waxay is eedeeyaanba natiijada markay ugu dambeysay waxay ku soo horiyeen in dagaal ay ku ekeeyaan la sacanood ciidamada ay abaabulaan waxba aan loo reebanin anigu uma leeynaa hadaba inay wax reebteen laakiin in dagaal horle ay hadda soo abaabulaan waxba aan la reebin waxa xataa aan la reebin sidaas ay go'aansadeen oo dad u tashanaya dad guriyooda iska jooga oo masaakiin ah in ay ku qabsadaan ay ku laayaan horta macnaheedu dadka reer laasaanood waxaan u sheegayna walaalayaal waa la idin ku soo socdaa Muuse Bihi maamulkiisi oo soo dhar dhigtay wa ama macnii pressure-ka beesha caalamka taas iyadana la xanaan saareyna dad baa waxay dhahayaan beesha caalamka ayaa Muuse Bihi pressure saartay nacam dhinac waan ka qiraaya dhinacna sheekada yeesan idin ka hoos bixin waan idin digeyna anaga dhanka shiinaha hadda kooran ku sharaxay dhanka shiinaha waxa weeye markii Taiwan uu tagay Muuse Bihi waan dhilaha macnii Taiwan baan aqoonsanay markuu yiri Shiina uu xanaaqay Vita Power ku kamid yahay markaas kadib pressure waxay saareen qoliyaha loo yaqaan UN kana Guterres baa jooga sidaas ah Xasan Sheekh Maxamuud oo go'aankiisa waxba aan iska bedelin arinta la saxaanood oo Hargeysa waa in looga taliya taagan macnii inuu masaajid ka istaago adduunyada intaas sidaas ay ku timaaday laakiin Mareykanka ma ka soo horjeedaa? Reer Galbeedka ma ka soo horjeedaan Muuse Bihi dagaalka uu wado? Adiga sida ku sawiran ha. Laakiin xaqiiqada sida ay tahay maya. Macnaheedu ma inaan idin qalbi jabinayo. Waad adkaanaysaan xaq hadda ku taagantiin.
qof walba gurigiisi isagaa iska leh. Laakiin waxaan idiin sheegayaa muuse biixi waddamada reer galbeedku qaarna waxbay la wadaan qaarna wax lama wadaan. Kuwa wax la wada idinka Soomaaliya waxay idiin sheegayaan weji ama idin tusayaan weji in muuse biixi ay tahay inuu joojiyo dagaalka. Laakiin shaqadaadu wadana way leeyihiin, easy way fududahay. Haddii daacad ay yihiin waxay dhihi karaan muuse biixi ciidamada Soomaaliland waa in 24 saacadood ay kaga baxaan meeshaas markay u jeedaan inay wax xalliyaan. Saasay dhahaan iyagu ma dhahayaan. Laakiin shacabka adigu waa lagu dejinaya, wax lagu leeyahay dagaalka la joojiyo, xabad joojin ha la sameeyo. Why they can't say, maxay u dhihi waayeen ciidamadan ha laga saaro meeshaasi lascaanood iyo xuduudaheeda? Ma ku qaadanaysa 24 saacadood? Laakiin mujaalameyn maxaa lahaa macnihii dagaalka la joojiyo, ninkaana hubkiisu soo guran dadka inta marka arrinta marka beesha caalamka nafsadeeda daacad kama wadaahan.